للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا بك معنا, صباح الخير. بداية يعني الأسواق بالطبع كنت أتحدث أنه عادة عندما يكون هناك مخاطر سياسية أو جيوسياسية أو اضطرابات المستثمرون يلجؤون نحو الملاذات الآمنة, الدولار, الذهب, وربما الأسواق كانت تسعر بشكل كبير أنه الذهب يفتح على مكاسب صباح اليوم, لكن حقيقة لم نشهد ذلك وفي هذه الأثناء يسجل تراجعات. كيف تفسر هذا الاتجاه؟ يسعد صباحك نوف, شكرا للاستضافة. يمكن هاي المرة انبسطت الأسواق واستوعبت الخبر بشكل سريع واعتبرتها هي كنوع من حبل انتخابية أكثر من مخاطر جيوسياسية من ناحية. من ناحية أخرى يمكن الفريد من نوعه أنه المستثمرين اتجهوا لشراء المخاطر هاي المرة. شراء المخاطر هنا العملات الرقمية, اتجاه العملات الرقمية نظرا لأنه ترامب قد قدم نفسه بملف واضح بأنه صديق للعملات الرقمية وأن هناك بعض التشريعات قد تكون واردة بالنسبة للعملات الرقمية لو ما نجح في انتخابات نوفمبر القادمة. فبالتالي كانت شراءات المستثمرين بشكل أكبر, توجهاتهم بشكل أكبر لشراء ما هو صديق بالنسبة صديق استثماري بالنسبة لدونالد ترامب. على ما أعتقد التوترات الجيوسياسية من ناحية لم تستطيع الأسواق تقبلها بشكل كبير جدا. يعني حتى لو نظرنا لأداء الذهب مع افتتاحات الأسواق لوجود الفجوات السعرية نوف, فعلى ما أعتقد الأسواق قد تجاهلت بشكل كامل المخاطر حول الاغتيال الفاشل بالنسبة لدونالد ترامب. طب أحمد معلش تعال نتحدث قليلا, يعني أنت حضرتك قلت الآن أنه ربما المستثمرون اتجهوا نحو مخاطر أكثر من ملاذات آمنة, بالتالي شو تعريف البيتكوين أو الكريبتو بشكل عام الآن؟ هل بدأنا نعتبر هذه العملة على أساس ربما أنها ملاذ آمن أو لا تزال تعتبر يعني مخاطر؟ يمكن كانت ترندينج كل فترة نوف, كنا نسمع فيها وقت ما كنا بالتضخم كنا نسمع أنه العملات الرقمية هي ممكن تكون غطاء للتضخم. عندما شفنا حملة رفع أسعار فائدة كان في بعض الأقاويل بأنه ممكن تكون العملات الرقمية توجه لحماية من الأسعار الفائدة. على ما أعتقد يمكن الطريق لسه طويل للتشريع, لكن كبداية لما شفنا الـ ETF بعدين الـ ETF سبوت أعطت الأسواق نوعا ما أنه هناك تشريعات قد تكون قادمة بالنسبة للعملات الرقمية. تقبلها من ناحية استثمارية باتت واردة, يعني الصناديق الاستثمارية الكبيرة باتت تتجه للعملات الرقمية. فبالتالي المستثمرين الأفراد يمكن وجدوا أرض خصبة بالنسبة للعملات الرقمية أن تكون هناك بعض التشريعات في الفترة القادمة, خاصة يعني مع تصريحات دونالد ترامب على أنه قدم ملفه بشكل واضح على أنه ممكن يكون هناك تشريعات واضحة جدا في الفترة القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لتقبل العملات الرقمية. أنا أعتقد لو دمجنا الفكرتين, فكرة أنه العملات الرقمية تقبلتها صناديق الاستثمار بيوت المال الكبيرة قبلتها كأداة استثمارية واضحة, بعض التوجهات لإيجاد تشريعات قد تكون واضحة في الفترة القادمة. فبالتالي قد يكون هناك تقبل بالنسبة للمستثمرين على أنه ممكن يكون توجه العملات الرقمية على أنها أداة استثمارية. بالنسبة أنه هي أداة مخاطرة أو أداة مش مخاطرة على ما أعتقد الفولتيليتي أو الحركة السعرية, هي بتأكد على أنها أداة مخاطرة بكل تأكيد نوف. يعني لما نشوف التحركات السعرية اليوم بالنسبة للبيتكوين ما يقارب 2000 دولار كتحركات سعرية, بكل تأكيد يمكن إدراجها تحت الأدوات المخاطرة بكل تأكيد. يعني بالتالي ما يفسر أنه الأسواق تفعلت إيجابا أو سعرت أنه يعني زيادة حظوظ ترامب بالفوز البيتكوين أو الكريبتو بشكل عام تفعل إيجابا مع ذلك. أحمد ما هي التوقعات بالنسبة لجلسة وول ستريت اليوم؟ هل يعني كيف نتوقع أن تفتتح الأسواق؟ يمكن الأسواق حاليا عم تداول ضمن الانسرتينتي, يمكن تداولات ضبابية الأسواق, ضبابية عدم التأكيد بالنسبة للأسواق للتحركات القادمة. يمكن الإيرنينغز بديت من يوم الجمعة مع البيج بانك, راح نكمل اليوم مع جولدمان ساكس. تقبلات الأسواق أو مشاعر الأسواق لا تزال هناك ثقة واضحة بالنسبة لموسم أرباح لا يزال جيد بالنسبة للفترة القادمة. يمكن الفترة الماضية نوف كنا قبل 4-4 لو بنرجع للزمن لورا شوي يمكن كانت حواجز الربحية عم ترتفع بالرغم من أنه الفوائد عم تسجل ارتفاعات. مع كل ربع عم بكون في عنا توقعات لربحية أعلى, وبالرغم من هذا الكلام عم نشوف الشركات عم تسجل ربحية أكبر. لو طلعنا على الأرقام 80% من شركات S&P 500 عم تسجل أرباح أعلى من التوقعات. فبالتالي على ما أعتقد أنه ربع جديد, لكن بكل تأكيد ثقة المستثمرين متواجدة لكن مع خفقان القلب, مع خوف على ما أعتقد بشكل أكبر. كل ما عم يكون عندنا ربحية أكبر
عم بيكون في عندنا مخاوف أكبر. فهذا الشيء اللي بخليني أفسر إمكانية التداولات العرضية أو أتوقع إمكانية التداولات العرضية في الفترة القادمة. فبالتالي الأول تايم هاي الجديد ممكن يكون نوف مش كبير بعيد عن الأول تايم هاي السابق، يمكن داو جونز فريد من نوعه الفترة الأخيرة أو بتداولات يوم الجمعة وتداولات اليوم عم يسجل أول تايم هاي عكس الـ S&P 500 والناسداك. لكن على ما أعتقد قد يكون أول تايم هاي جديد وارد في النسبة في الفترة القادمة، تسجيل مستويات تاريخية قادمة في الفترة القادمة قد تكون واردة جدا، لكن لا أعتقد أن يكون بعيد في الفترة القادمة. يمكن بخليني أفسر هذا الشيء أو أفكر بهذا الشيء أنه الأسواق قد اشترت الإشاعة وممكن تبيع الخبر في الفترة القادمة. يمكن الأسواق حاليا بتعتقد بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر بنسبة 88%. فبالتالي عم أعتقد قد اشترت الإشاعة ممكن تبيع الخبر كما حصل في عام 2019 لما كان دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبديت تخفيض أسعار الفائدة. كنا قد رأينا انخفاضات المؤشرات الأمريكية في ذلك الوقت. على العموم جلسة اليوم على ما أعتقد لا يزال هناك وإمكانية لتسجيل بعض الارتفاعات في الفترة القادمة، تسجيل أو إمكانية وجود لحتى الآن رومينج أو فراغ لحتى الآن بالنسبة للأسواق لإمكانية التسعير والوصول بنسبة 100%. أود الذكر هنا نوف بأن انقسام الأسواق يمكن الفترة القادمة بعد تسعير كامل ل 25 نقطة أساس ممكن تتجه الأسواق للتفاؤل بشكل أكبر والإفراط بالتفاؤل بأن قد تكون تحركات سبتمبر ب 50 نقطة أساس. بدينا نشوف التفاؤل يمكن نسبة 4% إلى 5% بات تتراوح فيها الأسواق والتوقعات. أعتقد أنه إفراط بالتفاؤل الفدرالي الأمريكي قد لا يخاطر بمصداقيته في الفترة القادمة. يعني أحمد برأيك عم ننظر إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر أكثر من أنه نشوف ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام؟ ما أعتقد أنه يكون في 50 نقطة أساس. يمكن الفدرالي الأمريكي قد يتجه إلى ضمان مصداقيته حتى لو خفض 25 نقطة أساس أكثر من التوجه بشكل أكبر. يمكن النموذج الأفضل لو بدنا نقتفي هنا نوح بنك إنجلترا بدي برفع أسعار الفائدة الأولا ولحتى الآن محافظ على أسعار الفائدة بالرغم من وصول تضخم 2%. مخاوفه بالنسبة للي اللي تضخم الخدمات وارد، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال هناك مخاوف حتى لو قسنا القراءة الأخيرة 3% نوح من نشوف إحصائيا آخر 12 قراءة نحن عم نتجه بالتضخم بين 3.7% كأعلى قراءة و 3% أدنى قراءة. فبالتالي إحصائيا لا تزال الأوضاع مخيفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وموجة قادمة بالنسبة للتضخم. فبالتالي أعتقد الإفراط بالتفاؤل بخمسين نقطة أساس قد يكون هو يعني رغبة المستثمرين قد يكون هو توجه بالنسبة للمستثمرين آني في الفترة القادمة. أتوقع 25 نقطة أساس كفترة أو كتخفيض جيد بالنسبة لسبتمبر. ديسمبر قد يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة. أود أن أذكر هنا أنه تخفيض أسعار الفائدة لن يكون آلي، أنه سوف يكون بناء على اجتماع، لذلك قد يكون هي تكهنات أكثر من بناء على الحقائق، لأن الحقائق هي الأرقام الاقتصادية فقط. طيب أحمد، أنا بس بشكل سريع نتطرق إلى الين. يعني صباح اليوم ارتفاعات على جوز الدولارين بواقع حوالي ربع نقطة مئوية. أولا بالطبع يعني الدولار يرتد صعودا من بعد ما تابعناه يوم أمس من أحداث سياسية، ولكن الين هل تدخلت السلطات اليابانية بسوق الصرف الأجنبي؟ هي الشكوك نوف، لكن أنا أعتقد نعم. يعني وزارة المالية أكيد لما رح تفرج على الأرقام ستكون بتأكد أنه الحكومة اليابانية قد تدخلت في الأسواق. يمكن ذكرت على شاشة العربية في الفترة الماضية أنه مستويات 161 إلى مستويات 163 تكون جاذبة بالنسبة للتدخل. يمكن حتى لو التدخل حصل لن تكون هناك إخفاء للمخاوف في الفترة القادمة بالنسبة للمستثمرين، على أنه الين لا يزال كاري تريد. يمكن الارتياح في الفترة القادمة هي تغير أو تباين السياسات النقدية، وعود من بالنسبة للبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتوجهات الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة. هنا على ما أعتقد قد يكون هناك بعض القوى للين الياباني. مهم جدا في اجتماع الشهر الحالي ليس فقط رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبنك اليابان، لا بل إشارات واضحة بالنسبة من بنك اليابان لأن هناك إمكانية لزيادات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة بشكل تدريجي. التدخل على ما أعتقد التدخل يمكن ناجح، يمكن أفضل مرة يمكن الحكومة اليابانية بتتدخل وبتحافظ على الأسعار بالنسبة للين الياباني. يمكن هلأ مستويات 157 حاليا خفضنا من مستويات 161، تدخل ناجح يعتبر. لكن أعتقد في الفترة القادمة قد يحتاجون تغيير واضح بالنسبة للسياسة النقدية من بنك اليابان لمحاولة
الدفع الين الياباني ليس فقط كتدخل آني، لا بل هناك سياسة واضحة تدفع الين الياباني لتسجيل المزيد من الارتفاعات. جزيل الشكر لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكوتي، كنت معنا من عمان.